شوفوا الخبر الأول. شوفوا. مرحبا. أصبح يتعافى اليوم بدخول ما يفوق 1,140,000 سائح خلال شهر يونيو الماضي. انتعاش السياحة الداخلية بعد الركود، شو تعليق؟ أنا كنت عندي واحد الفكرة بأن السياحة هي الداخلية مش الخارجية، لأن مجموعة ديال الناس اللي كيجيو من على برا توريست داكشي كيجيو ما كيخصوش الفلوس قد ما كيخصو المغاربة. اللي خاص هو أن كاين بعض المناطق اللي خاص تستثمر فيها بواحد الطريقة شوية كثيرة ونقص الثمن، والمغاربة كيسافروا يكون الثمن ديال الكرا يكون شوية رخيص، لأن دابا متناول، لأن كاين بعض المرات بعض الدول الأوروبية المجاورة الثمن ديالها أقل من الثمن إلا مشيت إلى هنا في المغرب. إذا باش نشجعوا خاص تكون واحد الاجتهاد أن ينقص الثمن شوية، ويكون وكاين مناطق كثيرة اللي مازال ما كيمشيوش للمغاربة وممكن يداروا فيها منتزهات اللي غادي تولي السياحة فيهم العام كامل. كاين بلاصة ديال الثلج، كاين بلاصة ديال الربيع، كاين بلاصة ديال الشتاء، عندنا في كل بلاصة في المغرب كاين مناطق والسياحة مازال باقي ما تزارتش والسياحة الوطنية راه هي حيت ملي كيكون شي أي جائحة ما كيبقاش يجيك حتى شي واحد. الا كنتي مستثمر في السياحه الداخليه راه كيبقاو يجوك الناس ديالها، دونك خصك تشجع وتخاد بواحد تخاد بجديه.